للوقوف عند انتهاكات حرية التعبير في العراق في ظل محاولة تمرير تشريع يحد من حرية النشر والتعبير، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب السابق في البرلمان جوزيف صليوة. أستاذ جوزيف، مرحبا بكم. يعني وصفتم في تصريح لكم قانون جرائم المعلوماتية الذي يمرر في البرلمان بأنه يعكس عقلية الدكتاتورية والاستبدادية، لكن السؤال المطروح هنا: ما العوار الذي رصدتموه في هذا القانون كي تصف من شرعه بالدكتاتورية؟ تحياتي الطيبة لكم ولجميع مشاهدينكم الأكارم. أهلا بك سيدي. في الحقيقة يعني نلاحظ القانون عادة، القوانين البغية من تشريع القوانين هو خدمة الإنسان وذهاب نحو الرقي وحمايته من المخاطر ومن أجل حياة أفضل، ولكن للأسف الشديد تشريع القوانين في كل الشرق الأوسط وفي ذو أغلبية عربية يشرع القانون لحماية السلطات وليس لحماية المواطنين. هذا القانون نحن للأسف الشديد بحاجة له من أجل حماية المواطن من الاستفزاز والاعتداء عليه، وحتى نحن أنا كسياسي أعاني من التسقيطات التي نتعرض لها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا لا يعني أن بحجة حماية المواطن وتنظيم الحياة أن يذهب القانون بفرض العقوبات الشديدة والصارمة والمطاطية التي تجعل من الحكام أن يستخدمونه ضد المواطن حيثما يشاءون ووقتما يشاءون. هنا تكمن المشكلة وهنا تكمن العلة، ونحن بهذا السبب نقف ضد هذا القانون بفقراته الحالية. أستاذ جوزيف، يعني المنظمات الحقوقية وصفت مشروع القانون بأنه تخويفي وترهيبي للمجتمع، لكن لو أخذنا رأي الحكومة حيث أنه تراه هو تنظيم فوضى المعلومات، هنا ما الدلالات التي يمكن القياس عليها لترجيح أحد الرأيين؟ شوف سيدي الكريم، نعم. مثلا هنالك فقرة ضمن هذا القانون التي يعني ما معناها او ما فحواها عدم التعرض الى الرموز الدينيه والرموز الوطنيه. طيب، من هم الرموز الدينيه والرموز الوطنيه؟ هنا غير محدد. اذا هذه الفقره فقره مطاطيه قانونيه مفتوحه من الممكن ان تستغل ضد المواطن الذي ينتقد بعض الحالات وبعض السلوكيات المغطاة بالدين والمغطاة باسم مؤسسات الدولة. طيب، يعني لا يمكن أن يكون هكذا فقرة مطاطية مفتوحة، وإنما يجب أن تحدد عليه. هنا الغاية منها هو تقييد حرية المواطن، لأنه خلينا نكون واضحين، اليوم ليس للمواطن العراقي وسيلة للتعبير عن الرأي سوى هذا المواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه بالعلن في أكثر الأحيان وأغلبها في الشوارع وفي قنوات التلفزيونية، لأنه رأينا كيف تعرضوا من عبروا عن رأيهم وكيف اختيدوا من انتقدوا هذه السياسة العوجاء في البلد. طيب أستاذ جوزيف، يعني كيف يمكن تحديد الرموز الدينية والوطنية؟ يعني على سبيل المثال، هل يمكن التعرض مثلا إلى الرموز الدينية التي تقف بالضد من توجهات الحكومة؟ هل يمكن لهذه الشخصية أن تمس في موضوع الحقوق والحريات؟ وهذا ينعكس أيضا على من هي الرموز الوطنية بالتحديد. هنا هي الإشكالية بذاتها. يعني ربما إذا أحد المراجع أفتى بفتوى عنصرية طيب أو
أو لا تنصب في صالح المجتمع العراقي المتنوع والتعددي الديني. فإذا انتقده أحد المواطنين بطريقة ما، من الممكن أن يعاقب هذا المنتقد، وإن كان الانتقاد موضوعي وإن كان الانتقاد حق. لأنه اليوم نرى بعض ما يسمونه بالرموز الدينية ينحازون لدول إقليمية على حساب الوطن وعلى حساب العراق، فهل نسكت عنهم؟ فهل لا يعني هل يجوز أن لا ننتقدهم؟ ولكن إذا يتم انتقادهم بهذه الطريقة سوف يتعرضون إلى السجن ويتعرضون إلى تنكيل ويتعرضون إلى غرامات كبيرة، وهذا بحد ذاته هو يعني استبداد ولكن مغلف بغلاف الديمقراطية. طيب أستاذ جوزيف، هناك مختصون يرون أن مشروع القانون بشكله المقدم يعني بصراحة ينتهك الحريات وأيضا يضع نصف الشعب العراقي في السجن. السؤال المطروح هنا، هل موضوع يعني وسائل التواصل الاجتماعي تقلق بهذه الدرجة الحكومة والأحزاب في العراق؟ أنا أريد أن أؤكد الثورة العارمة التي أطيحت برئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. السيد عادل عبد المهدي كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ما يحدث اليوم في تونس للمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في هذا النفق، وأمثلة كثيرة أخرى. نعم، لو لم تكن هنالك هذه المواقع التواصل الاجتماعي لربما كان يقتل 3/4 الشعب العراقي وأحد لم يكن يسمع به. نعم، تقلقهم وبدرجة كبيرة، ولهذا يحاولون جاهدين أن يحدون منها، ومن ثم يحدون من حرية التعبير المواطن العراقي والدفاع عن نفسه وفضح سياساتهم الاستبدادية. هذا الإجراء أستاذ جوزيف ألا يكشف انعدام حالة الشفافية لدى الحكومة في بغداد وأيضا الأحزاب، بمعنى أن العراق الجديد يعني لم تصله الديمقراطية التي بشرت بها الولايات المتحدة، أليس كذلك؟ أنا أؤكد في العراق ليس هنالك ديمقراطية. ربما يقال هنالك رائحة لديمقراطية، ولكن الديمقراطية التي صدعنا بها أي ديمقراطية يتم الحديث عنها اليوم؟ هل الديمقراطية هل يعني هي تسبب في هجرة نصف الشعب العراقي اليوم؟ إذا كنا نتكلم عن الكلدان السرياني الآشوريين المسيحيين، 98% هجروا بين مهجر في الداخل وخارج. كذلك السنة اليوم أصابهم هذا الغبن أيضا. الإيزيديين، يعني عن أي ديمقراطية يتم الحديث؟ ليس هنالك أي ديمقراطية، وهذه والتطرق للديمقراطية والعيش المشترك والسلم والتضامن وإلى آخره من هذه المفردات الفصفاضة هي عبارة عن أكاذيب تطلقها بعض السياسيين العراقيين ويخدعون بها الشعب العراقي والرأي العام الدولي وليس إلا. أستاذ جوزيف، بسؤالي الأخير وأيضا بنظرة استشرافية مستقبلية من جنابكم الكريم، هل تعتقد أنه سيتم إنزال قائمة ما وصفوه بالرموز الدينية والوطنية في المستقبل المنظور؟ هل سيتم هناك إنزال قائمة بأنه هذه الجهة أو هذا الشخص هو رمز ديني وهذا الشخص هو رمز وطني؟ هل تعتقد ستقوم الحكومة ربما الآن أو المستقبلية بإنزال قائمة بالرموز الدينية والوطنية بحسب زعمهم؟ لاحظ سيدي الكريم، احنا إذا كنا نتكلم عن العراق كعراق، مجتمع العراقي، نحن نعلم جيدا ونفقه جيدا من هي الرموز الوطنية الحقيقية ومن هي الرموز الدينية الحقيقية. طيب، ولا أحد عراقي عاقل يعني أستاذ جوزيف بمعنى أدق، هل تعتقد بأنه سيتم إنزال بقائمة
الرموز الوطنية، عفوا الرموز الوطنية التي جاءت مع الاحتلال، هل هؤلاء هم رموز وطنية؟ بؤس مفهوم الرموز الوطنية الذين كانوا يقاتلون إلى جانب دول أخرى ضد شعبهم، بغض النظر عن عدالة تلك الحروب، من عدمها، بالرغم من قناعتنا من عدمها. واضح. من كانوا يقاتلون ضد الشعب العراقي وضد بلدهم مع دول أخرى أيا كانت، بؤس هذا المفهوم الوطني، ولن نسميهم الرموز الوطنية. من بغداد النائب السابق في البرلمان جوزيف سطيوة، شكرا جزيلا لكم.